من الأحياء العريقة تاع الجزائر، كان حي عريق تاع الجزائر العاصمة اللي هو القصبة، اللي داخل في التراث العالمي ويجيوه السياح والمصورين من كل مكان. شاك فوا كمان هو الجزائر ناخذ الوقت باش حتى انا نروح نصور تما. وهذاك النهار كان عندي الحظ والتقط صورة كان فيها 3 أجيال. من نشوف الصور اللي صورتها في القصبة، هي كمان اللي لقيت الحاضر مع الماضي، على خاطر مين كنا نتمشى تما نكون نتلاقى مع السكان تاعها، والسكان تاعهم لابسين تما ثياب اصليين اللي كما الحايك ولا سوريا العربي، وكان ثياب اللي هو معاصر كما لي جون اللي كانوا لابسين المايو تاع ليكيبار الجزائريه. مين يكون في جهه يكون فيها اشخاص ناخذ بزاف صور باش يكون عندي الوقت من بعد اللي كنختار الصوره الافضل. هواري بوشناق مصور.